ولمواصلة بقية الحديث عن الجزء الثاني، أي الثلث الثاني بعد مهلة للتفكر والمراجعة. فيا أيها الناس، إن الاختيار المختار بين أيديكم يئم للقيام بتطهير أنفسكم طهارة كلية، لتطهير تراب أرضيتكم لحماية بيئتكم، وإما القيام بتطهير على الأقل تراب أرضيتكم عسى أن تطهروا بذلك أنفسكم كليا لحماية أجساد أرواحكم. وهنا يلزم عليكم الترقب على أنفسكم أن لا يصيبها زيادة من التكبر والتجبر، كفي حالة الذي اتخذ منكم هذا الطريق المتواضع السبيل سوى لتطهير الأرض بالإحسان إليها بعدما اعترف عن خطيئته للخطر الذي كان عليه، فوافق بالتالي على حماية الأرض الكريمة ولم يوافق بالآخر على ترقية وتطهير نفسه بالإيمان بالله وملائكته وجامع كتبه الإسلامية ورسله المسلمين واليوم الآخر، هذا للبيان العظيم والكامل للإسلام كله. وليس كذلك كالذي في نظره قد أحسن صنعا رياء الناس لاستكباره على الناس، وليس له علم عن ولاء الله في الإسلام للناس، إن هو في واقع الأمر والضرورة قد ضر وفسد وانتهك حقوق الأرض الإنسانية الطبيعية والكونية في الإسلام لما تعمده عمدا في سبيل الشهوات والانحراف عن الطريق الصحيح للإسلام والاستسلام لله وحده لا شريك له. ولما تبينت له خطاياه الفرعونية العنصرية القمعية وإلا اتجه إلى الإصلاح والإحسان بدون إيمان كتبادل وتعاون مع البلدان الأخرى في سبيل مصلحته لنزع حقوق التراب الإسلامي من يد الناس لما وجد آبائه الأولون عليه من طغيان، فأي قول أو عمل ليس على إيمان قوي للإسلام فإنه ليس بقول أو عمل فعالي بالجدية على الإصلاح ما دام الإيمان الباطني جد ضعيفا بما تكتمه النفس الأمارة بالسوء لصراحة عدوانها قبل ذلك وبعد ذلك. إنه المخطط الإبليسي اللعين للنفس اللوامة بتبيان للناس الإصلاح ظاهريا وباطنيا وجها آخر معاكسا لحقيقة هذا الإصلاح، معاكسا لحقيقة هذا الإصلاح الضعيف بنفس غافلة وغير آمنة. فبهذا نستخلص من عمله أنه على غفلة من الإيمان وليس على غفلة من الكفر، فيصلح بالتالي بالكفر وهو لا يشعر عن كفره بعدما فسد من قبل بالكفر، وإلا أصلح من بعد بالكفر لأن نفسه بآخر المطاف لم تتقبل جوهر الإسلام، إنما اكتفى سوى بمظهره للإسلام على الناس بما أنه ليس على عبادة الله حق عبادته في الإسلام للاحتكام على قيم وفطرة الإسلام الشرعية والسنية، فيعود إلى أصله كفرعون للفساد بالدين أو بغير الدين بعدما تبين للناس جمع إصلاحه كان سوى لنفسه، إذ اتبع هواه وانسلخ على آيات الله البينات الكريمة واتخذ سحرته في الدين للفتاوى والبدع لحماية منصبه وكرسيه على عرش الشجرة الخبيثة، واتبعه قومه للبيعة الفاسدة ليضل الناس عن نور الله القائم بالبينات، فاتبعون الناس الطاغوت ليخرجونهم من النور إلى الظلمات، لا سمح الله ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير، ويكذب جمع بآيات الله الفاصلة لليوم الفاصل بين المؤمنين والكافرين، وقد ظلموا أنفسهم من قبل وكذلك من بعد. فيا أيها الذين آمنوا إن آمنتم بهذه البينات العظمى لا تجعلوا أنفسكم من بين هؤلاء الخوالف المتخلفون والمختلفون عن الصراط المستقيم لدين الله الحق الإسلام للسلم والسلام، فلا تشركوا أنفسكم بأسماء الله الحسنى وأنتم تعلمون عن ظهر اللسان، إن كان اللسان بسليم فإن قلبه يعبد الله ويدعو الله بأسمائه الحسنى لتصبحوا بعباد الله ولستم بعباد الناس وما بالقبور، ولقد يأستم كما يأس الأولون بعبادة القبور كالأصنام، أولئك قوم من اليهود والنصارى إلى يومنا هذا، وأنتم متخلفون عن حق العبادة لله وحده لا شريك له.
البيت على بيت السجود إذ هو المسجد إذ هو المسجد فالمساجد ليست للقبور ولا لمن في القبور فماذا إن أعاد الله بيوم البعث هذا وأنتم لا تشعرون من كان راقدا في قبره وعائدا إليكم وإليهم وأنتم ظالمونه وأنفسكم من قبل حين بداية الهجرة الإسلامية ومن بعد لنهايتها اليوم باليوم الآخر هذا فما تنفعكم إذا طقوس عبادة الله كاليهود والنصارى جنبا للقبور فلا تتبركوا ولا تتبركوا مرة أخرى على القبور ذلك وعد وعهد لله وحده لا شريكا له إن كنتم حق مسلمين بالإيمان فسبحان الله عما يصفون هؤلاء الأعراب بالمشرق والمغرب من عبادة وتنية للدين ولكم عودة النظر المستقر العلامات الفرعونية الأولى والآخرة كأعمدة أهرامية لما شالوا أو انتزعوا أعراب قريش عمود الرجم لقرين الشيطان الرجيم من مكان أصله ليبنون عليه جدرانا تحميه من عذاب الرجم فانتقلوا بذلك العمود على قمة جبل المغفرة للذنوب ألا وهو جبل عرفات ليسوا كصحة غفرانهم لما يسود لونه من حميم معاصيهم ويتحمل جبل عرفات الرجيم ذنوب الناس بسواد الناس على رحمة جبل عرفات للمغفرة والتوبة إنها طقوس مناسك الأعراب القريشية الفرعونية لقارون قائدهم على أرض الحجاز مقر خروج وجه الشيطان اللعين كوجه دابة عليها قرنين ولكم الاستطلاع عليها عبر أقمارهم الاصطناعية بالاتجاه العكسي أي المعاكس لخريطة شبه الجزيرة العربية على حدود المدينة ومكة أما وجهي كرسول الله المبعوث من المغربي أي الغرب الأطلسي كنبي الحبيب المسلم المؤمن المصطفى المهدي بالبعث العظيم على يد الله لليوم الأول وكذلك لليوم الآخر هذا محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين المسلمين الثلث من الأولين والثلث من الآخرين لعلكم تتقون كلام الله على لسان الرسول المبعوث فيكم وإليكم ومنكم فإن وجهي هذا المنير مصور على عمق المحيط الأطلسي ما بين القارات الثلاث القارة العامرقية والقارة العربية والقارة الإفريقية فيطل وجهي على شاطئ المغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي كعلى مؤخرة الصحراء الغربية بالرصة الزرقاء الصحراوية الأصلي لهجرة الرسول من المشرق إلى المغرب عبر تراب ورمال الصحراء روحانيا وبدنيا فلهذا إن دعوتم الله فوحده لا شريك له من أحد ولا من شيء لعل الله الغفور الرحيم يغفر لكم جميع الذنوب بهذا اليوم من أيام الحج الأكبر المعلومات إذ هو إذن جبل عرفات لكي تعترف عليه ذنوبكم إذ كنتم حقا على تخشع باطنيا وظاهريا لوجوهكم البيضاء وبيباسكم للحرم البيضاء لعل وعسى تبيض قلوبكم بعد هذا اليوم الغفير لعل وعسى تبيض قلوبكم بعد هذا اليوم الغفير إلا أن هؤلاء الأعراب من أهل قريش زرعوا على قمة عمود الفراعنة الشيطانية لمسح ذنوبكم عليه إذ يسود لونه ولم تمحى أبدا ذنوبكم لما أشركتم بالله إلا لمن غفر له الله عز وجل إذ تمسح الذنوب بالصلاة والصلوات والدعاء الأكبر لله وحده لا شريك له رافعين أيدينا له لعلوه العظيم فوق السماوات والأرض وهو العلي الكبير فوق السماوات والأرض وهو العلي الكبير الله العلي الكبير جل علاه ووسع كبره هو الله الأعظم والأكبر يستجب وحده للداعي إذا دعاه من قلبه وليس على قبر الناس مرجوا من الله سبحانه وتعالى
أن تصفى وتتطهر وتتحسن وتصحى وتشفى وتقوى قلوبكم بالإيمان بما أنزل الله من كتبه المقدسة وبيناتها الشريفة بإذن الله. آمين يا رب العالمين. فلعلكم تتبعونني ولا تتبعوا الأعراب من أهل قريش في المشرق والمغرب ولا اليهود ولا النصارى، الذين اختلطوا الحلال مع الحرام والطيب مع الخبيث والحسن مع السيئ والحكمة مع القصوى، إلى أن أصبحوا شيوخ الأعراب من الأحزاب المتشددة بلحياهم كلحياء الرهبان والأحبار. وقد دعاكم الله عز وجل أن تعبدوه بدون نفاق ولا شرك حتى أصبحتم تعبدونه على علامات ورموز للوثنية متعمدين ذلك لتصدون الناس عن اتباع هذا الحق المبين، كما يصدون أعراب قريش الناس عن مسجد الله الحرام الذين يريدون قيام بمناسك الحج الأكبر. والحج الأكبر أشهر معلومات للحرم الأربعة، عليها الليالي العشر الأولى والآخرة بشهر الحرام. لعلكم يا أعراب المشرق والمغرب أن لا تصدون عن سبيل هذا لله، بعدما كانت فئة منكم المنافقين يصدون عني صدودا عبر هذا الحسوب للمنافسة، فليتنافس المنافسون وعلى الله فليتوكل المؤمنون والمؤمنات ضد عدوان المنافقين من الأعراب، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرناها فيها السيرا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العلي الكبير. ولا علي في السماوات والأرض غيره وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسبحان الله عما يصفون. الأعراب أنفسهم بمسلمين ودين الله الحق الإسلام للسلم والسلام بريء من إسلامهم لضعف إيمانهم بهذه البينات العظمى. وهم في شك مريب وإن لله وإن إليه راجعون جمعاً.